اتعرف بحضرتك. اكرم محمد العناني، باحث مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه قسم. اهلا وسهلا محمد. لو عايزين نتكلم النهارده عن هدف المؤتمر وهدف ورشه العمل الاولى النهارده. هي ورشة العمل الأولى الكلام الأساسي عليها عن التطبيقات الحديثة في نظام الأغذية الخاصة، بمعنى إن أنا بطبق الأبحاث بتاعتي على إن أنا بطلع منتج يهدف إلى بعض الفئات الخاصة، سواء مرضى الكبد، سواء مرضى السكر، مرضى الضغط العالي، الكلام ده كله منتجات آمنة تماما ومن وأجريت عليها بعض التجارب، وهي من الناحية الصحية لا ضرر عليها وبدون أي إضافات وبدون أي كيماويات. عرفت النهاردة إن في بعض الشركات مساهمة في المؤتمر النهاردة، عايز أعرف هل تم تجربة المنتجات على أرض الواقع وأنها الاستخدام الأدمي السليم ولا؟ بالفعل تم تجربتها على أرض الواقع وهي آمنة تماما بدون أي إضافات، والحمد لله الناس جربتها ودقتها مفيش أي حاجة، وعملنا عليها بانل تيست وعملنا عليها تقييم حسي والحمد لله أدت قبول جيد. هل تم تسجيلها في وزارة الزراعة؟ وزارة الصحة؟ لا، في وزارة الصحة، لا هي في وزارة الزراعة ونشر بها أبحاث ومعتمدة من قبل الجهات المحلية ونشر بها أبحاث في مجلات دولية. أنا أقصد أن نقطة أنه لازم تتم تسجيلها في وزارة الصحة بحيث أنه المنتج ده آمن للمواطن أن هو يستخدمه أو يدخله في أي منتج غذائي ليه، ليه ما تمش توثيقها من قبل وزارة الصحة؟ لان احنا جهه معتمده، وزاره الزراعه نفس النظام جهه معتمده، احنا عندنا في بعض المعامل المركزيه بيجي لنا من الحجر الصحي ومن المطار اي عينات بتيجي من بره من جوه الميناء او المطار، بتيجي بنعمل عليها احنا الاختبارات وبتعتمد بالختم عندنا وزاره الصحه، يعني دي جهه معتمده ان الجهاز الاكل بيخرج ما بيخرجش من ايدينا الا بسيفتي معينه. عايزين نقول انه اهم النتائج اللي هيخرج بيها المؤتمر ورشه عمل النار، اهم النتائج ان احنا بنهدف الى انتاج غذاء صحي امن خالي من اي اضافات كيماويه تضر بصحه الانسان. شكرا جدا.